السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب خلال يوم غدا الاثنين 9 شتنبر 2024، فإن شاء الله سنقدم لكم آخر المستجدات الحالة الجوية بالمغرب. قبل الأخذ بالتفاصيل، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا. وبالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله، فيتوقع استمرار تساقطات مطرية مع تقدم أمطار خير الأيام القادمة وعودة أمطار الخير، نسأل الله الثبات لتلك الخيرات القادمة إن شاء الله في التوقعات التي سنقدم لكم في هذا الفيديو. أما بالنسبة للفترة الصباحية من يوم الاثنين، فتساقطات مطرية متواصلة على مرتفعات الحوز على مناطق أوكيمدن أمين تانوت وتبانت وأظلال أكادير بوحشيبة. تساقطات تبقى مهمة وضعيفة أحيانا إخواني الكرام، ويتوقع كذلك في الفترة المسائية أن تكون بعض الزخات المطرية المتفرقة على مناطق مرزوبة والرشيدية وميدلت، لكن هذه التساقطات المطرية تبقى ضعيفة شيئا ما إخواني الكرام ومتفرقة كما تشاهدون في آخر تحديثات ليوم غد إن شاء الله. أما بالنسبة لخلال الأيام القادمة، تشير نماذج الطقس العالمية بعودة أمطار الخير خلال التوقعات البعيدة. إخواني الكرام، سنعطيكم آخر التفاصيل. ما يتوقع كذلك بعض الرياح النشطة إن شاء الله على مناطق الجنوبية للمملكة، وكذلك يتوقع أن تستمر كذلك الأجواء المستقرة، لكن خلال الأيام البعيدة المدى فتشير لدخول اضطرابات جوية على العديد من المناطق المملكة. سنقدم لكم المدن المعنية وكذلك كمية الأمطار وتراكمات الأمطار بالتفصيل، فضروري مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل. كذلك من يوم الثلاثاء، يتوقع دخول بعض التساقطات المطرية على الجهة الشرقية وجدة والناظور والحسيمة وتوريت وجرادة وعاطف. يتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة على مناطق وجدة والجهة الشرقية مع تقدم اضطرابات جوية مهمة إن شاء الله بحول الله خلال الأيام القادمة. ويتوقع يوم الجمعة كذلك أن تبقى الأجواء نسبيا مستقرة مع احتمال بعض الأمطار على الواجهة المتوسطية. أما خلال يوم الأحد، يتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة بتساقطات مطرية محتملة على المناطق التالية، وهذه التوقعات فهي قابلة للتغيير لأن التوقعات ما زالت نسبيا بعيدة. والمناطق المعنية بهذه التساقطات المطرية فهي وجدة وبركان الناظور، الحسيمة والدريوش وساكا وأكنول وتاوريت جرادة قرسيف وتازا وتاونات إساقن وشفشاون وزان قرية بو محمد سيدي سليمان مكناس وتهالا، وكذلك سكورة من تازا وإفران مكناس سيدي سليمان وسيدي علال التازي، وكذلك الرباط والخميسات والماس الرماني بن سليمان والدار البيضاء القارة برشيد ستات ولاد فرج وكذلك زاوية الشيخ وتشيلي وين. بداية من يوم الأحد 15 شتنبر إن شاء الله، كذلك على ولاد فرج والبروج قلعة سراغنة بن ملال زاوية الشيخ تونفيت ميدلت وآسول وإملشيل أزيلال بنقرير يوسفية وآسفي سيدي بانور وشيشاوة ومراكش وآسفي وأصويرة والجديدة، وكذلك ميدلت وتونفيت إملشيل والراشدية غرامة وآسول وخنيفرة، كذلك ميسوس كورة متاز إفران ووطة الحاج. أمطار الخير تعود إلى المغرب كذلك إن شاء الله لقرسيف وعاطف وتازة ومعتركة، وأمطار حاضرة على جرادة ووجدة وبركان التريبوش وتوريت وقرسيف والناظور والحسيمة. ومن المتوقع كذلك استمرار بعض التساقطات المطرية خلال يوم الفترة الصباحية على مناطق الراشدية وتنغير ومرزوقة وميدلت وبعرفة وخنيفرة، أمطار وعواصف رعدية. خلال الفترة المسائية، أمطار متواصلة على مرتفعات الريف إن شاء الله على فاس وكيكو وتازا ومكناس وسكورة متاز وإفران وتهالا، ويتوقع استمرار التساقطات المطرية كذلك على تبانت وتنغير. من المتوقع أن تصبح هذه التساقطات جد قوية على المناطق الشمال الشرقي للمملكة، والمناطق المعنية بهذه التساقطات المهمة فهي كالتالي: تساقطات مطرية عاصفية أحيانا على مناطق جرادة ووجدة، وأمطار معتبرة على التريوش والناظور، بركان وساكا وتوريت،
ومناطق طاطا وعاطف إن شاء الله، وتطلحاس كرمتاج وميسور ومعتركة وفم مسجد، مع احتمال استمرار هذه الأجواء المضطربة إن شاء الله، رغم أن التوقعات نسبيا بعيدة، لكن عموما فهذه آخر رسم للنموذج الأمريكي يرسم تساقطات مطرية جد مهمة. أسأل الله الثبات، ولا التوقعات البعيدة قابلة للتغيير مشاهدينا الكرام. وتساقطات محليا معتبرة على مناطق ميسور، سكورمتاز وإفرانيفرا وميدلتون فيت الريش وغرامة بوعنان كذلك وبوعرفة والراشدية وقلميم آسول وتنغير وإمنشيل وآرفوت. طقس المغرب ممطر خلال الأيام القادمة، نسأل الله الثبات. تساقطات معتبرة على مرزوقة، ويتوقع استمرار هذه الأجواء، وسنعطيكم كمية التساقطات المتوقعة. وخلال يوم كذلك الثلاثاء، فما زالت الأجواء غير مستقرة على العديد من المناطق، ومنها المناطق العضاب العليا الشرقية ومناطق عاطف وتات الحاس كورامنتاز ومعتركة وتندريرة، مع تساقطات مطرية محتملة على ميسور وميدلت وتونفيت إيميلشيل والريش وغرامة. ويتوقع لزاوية شيخ وابن ملال إيميلشيل وتباينت وأظلال بعض الاضطرابات الجوية إن شاء الله. بالنسبة كذلك لتراكمات الأمطار خلال الأيام المقبلة، فتشير النماذج خصوصا النموذج الأمريكي لآخر تحديث له، فيتوقع أن تتراكم هذه الأمطار قد تصل إلى 50 ملم. والمناطق التي سوف تشهد التساقطات المطرية الجديدة فهي زقورة ومرزوقة وكذلك إرفود والراشدية وقلميمة وكذلك بوعنان وبوعرفة وكذلك تندرارة معتركة وتات الحاج وعاطف ووجدة وجران. فهذه المناطق سوف تعرف تساقطات مطرية قد تكون قوية، وقد تكون كذلك على تازة هالة وسكورامنتاز مناطق ميدل تونفيت وابن ملال وإيميلشيل. تساقطات حاضرة على مناطق ورزازات وتباينت وتينغير وزاكورة وفم مسجد وآكز إن شاء الله. ومن المتوقع أن تستمر إن شاء الله هذه الاضطرابات الجوية بظهور إن شاء الله خير كبير خلال الأيام القادمة، وظهور اضطرابات جوية جديدة كما يشير النموذج الأمريكي GFC 22 كيلومتر، ومع احتمال أن تبقى الأجواء غير مستقرة كما تشاهدون بإذن الله. خلال يوم الأحد تساقطات مطرية محتملة إن شاء الله ومستمرة على العديد من المناطق المملكة بسبب ظهور اضطرابات جوية جديدة، ولكن هذه التوقعات فهي قابلة للتغيير. المهم إخواني الكرام، سنلقي نظرة على النموذج الأوروبي كذلك إن شاء الله خلال الأيام القادمة، فيشير كذلك الاحتمال يوم الثلاثاء دخول عواصف رعدية مدارية على المناطق الجنوبية للمملكة، وخصوصا على مناطق القويرة وكذلك الداخلة وإقليم أوسرد. وتحية طيبة للجميع، وإلى اللقاء. حالة الطقس بالمغرب.